38 هدف، هو عنده 36. كريستيانو رونالدو يبحث عن تسجيل الهدف الشخصي رقم 37، يتلقى الآن المؤازرة كريستيانو رونالدو. أوه، وصل للهدف رقم 37 كريستيانو رونالدو، كمان وكمان وكمان. عاد كريستيانو رونالدو تتاح الضربة الحرة المباشرة، خلاص مباشرة الآن كريستيانو رونالدو. يعني هو اللاعب أكيد إنه موسم رائع، يعني لغة الأرقام لا تكذب. إذا فالنسيا مباشرة إلى دوري الأبطال، فيا ريال تصفيات دوري الأبطال، وهو موضوع مرهق. ويمكن عاد في الدقيقة الأخيرة مثلا كريستيانو رونالدو يصل إلى الهدف رقم 38، وبالتالي يتساوى مع سانشيز بعدد الأهداف المسجلة في موسم واحد كريستيانو رونالدو، أعتقد الأخيرة. أوه، صاد الهدف رقم 38 كريستيانو رونالدو، يصطاد مرمى دييغو لوبيز للمرة الثانية، وبالتالي يصل إلى الهدف رقم 38. ردة الفعل من دييغو لوبيز، والله يا أخي ما أقدر أسوي شيء، ما يلا يطالع، يطالع لأنها قوية، لأنها قذيفة.